السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنراجع مع بعض أسئلة اختبارات الإمسات. سؤال بيقول لي the diagram below shows the current flowing through a wire، وعامل لي واير قدامك اهو، وبيقول لي ان ال current flow from right to left، التيار ماشي من اليمين للشمال. Which of the following represent the magnetic field resulting from the current؟ انهي رسمة من دول بتعبر لي عن المجال المغناطيسي المتكون حول السلك؟ بص يا صديقي، هتحط الابهام في اتجاه التيار. عارف الابهام اللي هو مين؟ الصباع التخين اللي في ايديك اليمين. يبقى تحط الابهام مع التيار ناحية اليمين. مش عارف احط لك ايدي ازاي. هتلاقي باقي الاصابع تشير لاتجاه المجال المغناطيسي. يعني انا هحط صباعي، احاول ارسم لك صباعي كده، استنى اما اشوف اعرف ارسم صباعي ولا مش عارف ارسم صباعي، اللي هو الثمب ده، وادي باقي الاصابع. يبقى ده كده الاي، ودول كده يشيروا الى اتجاه الايه؟ الماجنتيك فيلد. فهمت حاجة؟ طبعا رسمة ايد معوقة، معلش عشان انا مش خارج من فنون جميلة. يبقى انهي رسمة هي دي اللي تشير لاتجاه الماجنتيك فيلد. السؤال اللي بعديه اسهل من كده مفيش. رسم لي شوية خشب ونار طالع منها، بيقول لي what energy conservation is taking place in the figure below، ايه نوع تحول الطاقة في الشكل ادناه؟ هل تحولت من الطاقة النووية إلى الكيميائية والكهربية؟ فين النووية اللي داخلة فيها يعني؟ من الكهربية للحرارية والميكانيكية، فين الكهرباء؟ ده مفيش، ده حريقة معمولة في البر. من الكيميائية إلى الحرارية والكهرومغناطيسية، من الميكانيكية. يبقى أنسب حاجة اللي هي الكيميكال تو ثيرمال أند إلكترومغناطيك، من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الإيه؟ الحرارية والكهرومغناطيسية. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه يا دكتور بيقولك، كبر لك الخط شوية، بيقول لي how much energy is dissipated by the 5 ohm resistor in 120 second. يعني ايه مقدار الطاقة المبددة في المقاومة 5؟ فين المقاومة 5 اللي هي دي؟ خلال زمن مقداره 120 ثانية. طيب عارفين الطاقة قانونها ايه ولا مش عارفين؟ مش عارفين. تعال نقولها مع بعض. ال E اللي هي الانرجي بتساوي P تايمز T. يبقى ال E اللي هي الطاقة الانرجي، ال B اللي هي القدرة الباور، ال T اللي هو الزمن التايم. اوكي، مديني الزمن اللي هو 120 سكند. ال P بتساوي ايه بقى؟ القدرة P بتساوي كذا قانون، I تربيع في R، ب بتساوي دلتا في تربيع على ار. وممكن استخدم القانون دوت، مناسب قوي ان القدرة بتساوي دلتا في تربيع على ار. اشمعنى استخدمت القانون ده ما استخدمتش اي تربيع ار؟ عشان ده توصيل على التوازي. توصيل على التوازي يعني اللي هو البارلل. توصيل على التوازي بيكون دلتا في ثابتة، يعني الدلتا في فرق الجهد على المقاومة الخمسة هو نفسه فرق الجهد على المقاومة الستة اللي هو بيساوي 20 فولت. يعني فرق الجهد على المقاومة رقم خمسة 20 فولت، فرق الجهد على المقاومة رقم ستة نفسه 20 فولت. فاستخدم القانون بتاع دلتا في تربيع على ار. انما انا ما عنديش اي اصلا، عشان اجيب اي اضطر اجيب المقاومة المكافئة الاول، وبعدين اجيب اي في كل مقاومة، وبعدين استخدم القانون الاول.
فأنسب إن أنا أقول إن البي بتساوي 20 تربيع على 5، ولازم يكون معاك الآلة الحاسبة بتاعتك وأنت بتذاكر معايا. يعني كده 20 تربيع على 5 هتساوي 80 واط. احنا كده جبنا بي. واحد يقول لي الاختيار اهو، اقول له لا يا حبيبي صح، ده دوت البي، احنا عايزين الاي. الاي بتساوي ايه؟ الانرجي بتساوي بي اللي هي 80 ضرب التايم اللي هو 120، يعني ضرب 120 هتساوي 9600 جول. هو ده، دور على الإجابة اللي فيها 9600 جول. 9600 بالترميز العلمي اللي هي 9.6 ضرب 10 أس 3، يبقى دي الإجابة الأنسر بتاعتك. متفقين؟ متفقين. ده السؤال اتكرر تاني، ما مقدار الطاقة المبددة؟ احنا خلاص جاوبنا عليه. ديليت. في سؤال تاني اهو، سؤال بيقول ايه يا دكاترة ان شاء الله رب العالمين؟ بيقول لي اي من الرسومات التالية، خط واضح كده، تالي كده واضح، اي من الرسومات يمثل تأثير درجة الحرارة على مقاومة مصنوعة من الالومنيوم؟ Which of the following figure represent the effect of temperature on a resistance made from aluminium؟ الألومنيوم المثل ده بتزداد المقاومة بتاعته بازدياد درجة الايه؟ الحرارة. تعال نبص كده على الرسومات. أول رسمة هنا إن كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما الريزيستنس بتقل، طبعا ديت مرفوضة تماما. بيقول لي هنا ان كان السلك ملوش مقاومة خالص، ولما زادت درجة الحرارة زادت الريزيستنس بطريقة غير طردية. طبعا في سلك ملوش درجة حرارة مش مقبولة خالص. بعد هنا قال لي ان لما كانت درجة الحرارة مثلا 0 درجة سيليزيوس مثلا كان في مقاومة، بدأت تقل المقاومة بزيادة درجة الحرارة. ده برضو غلط. الرسمة الوحيدة السيوتابل معايا اللي هي رقم سي، ان عند درجة حرارة مثلا ولتكن 0 ديجري سيليزيوس كان في مقاومة، كل ما تزيد درجة الحرارة كل ما يزداد قيمة المقاومة بتاعت السلك، يبقى دي أنسب رسمة معاك. السؤال اللي بعديها، السؤال اللي ايه اللي بعديها، تعال نشوف السؤال اللي بعديها. نكبر الخط عشان نقرأ كلنا مع بعض. بيقول لي يقوم طالب بإجراء تجربة على زنبرك في معمل ايه؟ دي مش عارف، خلينا بالعربي وخلاص. بيقوم طالب بإجراء تجربة على زنبرك في معمل. لاحظ الطالب أنه عندما تؤثر على الزنبرك قوة مختلفة يحصل الطالب على استطالات مختلفة. يعني أنا عندي زنبرك، الزنبرك اهو، لما ركبت في الزنبرك ثقل حصل ان الزنبرك استطال. استطال بمقداره دلتا ال او دلتا اكس او اي حاجة. لما ركبت ثقل تاني اكبر شوية استطال اكبر شوية. يعني ايه يا سيدي؟ يعني ادي دلتا اكس 2 وهكذا. يبقى دلوقتي بتتغير الاستطالة بتغير ايه؟ قيمة الثقل المعلق. يوضح الرسم الباني ادنى العلاقة بين القوة
المؤثر على الزمبرك مقدار الاستطالة. عامل لي رسمة عبارة عن الاستطالة والايه والماس. طيب بص يا صديقي، اصغر اضطر اصغر شوية معلش عشان السؤال كبير اوي. ها ايه المطلوب بقى يا سيدي هنا؟ ما مقدار الطاقة الكامنة في الزمبرك عندما تكون استطالته 1.15؟ قرب إجابتك لأقرب جزء من 10. أنت عارف الطاقة الكامنة في الزمبرك قانونها بيساوي يو بتساوي نص كي اكس تربيع. يو الطاقة دي المخزنة في الزنبرك، الطاقة المختزنة في الزنبرك عند الاستطالة، كي اسمه ثابت الزنبرك، اكس مقدار الاستطالة. تمام، احنا عايزين اليو، والراجل مديني الاستطالة اللي هي اكس 1.15، يبقى ناقص لنا مين يا دكتور في القانون؟ ناقص لنا الكي. طب اقول لك في قانون تاني بتاع راجل طيب جدا اسمه عمك هوك. قانون هوك بيقول ان اف بيساوي سالب كي اكس وسالب، عشان ايه؟ بيقول لي ان القوة بتكون عكس اتجاه الاستطالة، يعني كأن الاف بتساوي كي في اكس. يعني حضرتك لو حبيت اجيب الكي في طرف لوحدها هتساوي الاف على مين؟ على الاكس. شايف كده؟ يبقى الكي اللي هو ثابت الزنبرك، ثابت الزنبرك بيساوي القوة المؤثرة على الاستطالة. طيب من الرسم البياني اللي قدامنا ده، لو حبيت أسأل حضرتك على الميل، لو حبينا نجيب الميل هنا من الرسم، الميل بيساوي ايه يا دكاترة؟ هيساوي دلتا ام تغير في الكتلة على دلتا ال على التغير في الطول. انا مش فاهم. بص يا صديقي، اي رسم بياني في الدنيا، الحاجة اللي موجودة على محور واي قسمة الحاجة اللي موجودة على محور اكس بتدينا الميل. متفقين؟ متفقين. يعني انا دلوقتي الميل من الرسم البياني بيساوي دلتا ام على دلتا ال، التغير في الماس على التغير في اللينكس. طب ايه رأيك لو انا رحت ضارب فوق في جي عجلة الجاذبية الارضية، ضربت في عجلة الجاذبية الايه؟ الارضية. مش انت عارف ام في جي بتدينا اف جي؟ يس. يعني معنى كده ان الميل اصبح بيساوي ايه؟ دلتا اف على دلتا ال. يعني بالبلدي عايز اقول لك ان الكي كانت بتساوي اف على اكس، يعني كأن الميل بتاع هذا الخط المستقيم لما اضربه في 9.8 هيديني الكي. واحدة واحدة تاني، يبقى الميل هنا او الثابت اللي هو كي هيساوي الميل ضرب 9.81. يعني تجيب الميل بتاع الخط ده تضربه في 9.81، يبقى انت كده جبت مين يا صديقي؟ جبت لنا ثابت الزنبرك وتعوض في قانون الطاقة وتجيبه. طبعا انت تلاقيك متضايق مني جدا، بس انا غصب عني لان الموضوعات مختلفة فبتناول كده فكرة في كل موضوع. يعني تعالى واحدة واحدة كده، تعالى نجيب الميل.
نعرف نجيب الميل ولا ما نعرفش؟ الميل بيساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. خد النقطة دي، النقطة دي إحداثياتها 1.6 و8، هذه، وخد النقطة دي 0 و0، دي x1 y1 وهذه x2 y2، يعني الميل هيساوي 8 ناقص 0 على 1.6 ناقص 0. طب اضرب لي بقى الميل في 9.8، ومش مهم نضربه في 9.8 دلوقتي، يعني 8 قسمة 1.6، يبقى الميل بيساوي 5. الميل بيساوي ايه؟ 5. طب ما هو الثابت الكي بيساوي الميل ضرب 9.81، يعني هيساوي ضرب 9.81 يبقى هيساوي 49.05. يبقى كده احنا جبنا ثابت الزنبرك اللي هو كي يساوي 49.05 نيوتن على متر. كده جبنا ثابت الزنبرك. عوض في القانون ده يا صديقي وهات الطاقة، وسامحني للإطالة بس أنا بحكي لك قصة كبيرة أوي أو درس كامل يعني. يبقى الطاقة المختزنة نتيجة الاستطالة هيساوي نص ضرب 49.05 ضرب الاستطالة اللي هي 1.15 سكوير، الاستطالة اللي هو مداني هنا، يبقى ده ضرب نص ضرب 1.15 تربيع، يبقى الطاقة بتساوي 32.43 جول. يبقى دي الطاقة المختزنة نتيجة الاستطالة. هو عايزها لأقرب جزء من 10، يبقى 32.4 جول. هذا والله أعلى وأعلم، سامحني للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.